تلاميذ السنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية العلمية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول: ألون البطاقة التي تضم طعاما صحيا. إذا لدينا بطاقات، البطاقة الأولى خضار وفواكه، لدينا أرز، مشروبات غازية، لحوم. ألون البطاقة التي تحتوي على طعاما صحيا. إذا لدينا الخضار والفواكه، أحسنتم، هي طعاما صحيا. ألون الخضار والفواكه، البطاقة الثانية أرز هو عبارة عن حبوب، جيد، طعاما صحيا. ثالثا مشروبات غازية، جيد، ليست طعاما صحيا أو ليست غذاء صحيا. لحوم، أحسنتم، هو طعاما صحيا. إذا لدينا الطعام الصحي أو الغذاء الصحي يتكون من الخضار والفواكه، يتكون من الحبوب، ويتكون من اللحوم والأسماك. المشروبات الغازية ليست بطعاما صحيا. ننتقل إلى التمرين الثاني. أربط كل عبارة مع ما يناسبها. لدينا عبارات، نربط مع العبارة التي تناسبها. تطرأ على جسمي، يزداد وزني، أصبح قادرا على، وتطول قامتي، القيام ببعض الأعمال، تغيرات كثيرة. إذن لا، تطرأ على جسمي، أحسنتم، تغيرات كثيرة. نربط. يزداد وزني، أحسنتم، وتطول قامتي. نواصل. أصبح قادرا على، جيد، القيام ببعض الأعمال. إذا أراجع. تطرأ على جسمي تغيرات كثيرة، يزداد وزني وتطول قامتي، أصبح قادرا على القيام ببعض الأعمال. ننتقل إلى التمرين الثالث. أكتب ص أو خ أمام العبارة المناسبة. ص دائما هي الصحيحة والخ خاطئ. نقرأ العبارة: جسمي يحتاج إلى الهواء خلال النوم. جسمي يحتاج إلى الهواء خلال النوم. أحسنتم، إجابة صحيحة، لأنني أتنفس باستمرار. إذا جسمي يحتاج الهواء في الليل وفي النهار. الهواء النقي يحتوي على دخان السيارات. خطأ. الهواء النقي لا يحتوي على دخان السيارات. يحتوي على دخان السيارات، خطأ. إذا الجسم يحتاج إلى الهواء خلال النوم، صحيح. الهواء النقي يحتوي على دخان السيارات، خطأ. نواصل. أحترم أوقات الأكل وأوقات الراحة. أحسنتم، صحيح. دائما أحترم أوقات الأكل وأوقات الراحة. الماء ضروري لنمو النبات الأخضر. جيد، صحيح. الماء ضروري ليعيش النبات الأخضر وينمو. إذا الماء ضروري لنمو النبات الأخضر، صحيح. أحترم أوقات الأكل وأوقات الراحة، صحيح. الماء ضروري لنمو النبات الأخضر، كذلك صحيح. ننتقل إلى التمرين الرابع. لدينا أكمل بما يلي. إذا لدينا كلمات نضعها في الفراغات، نكمل العبارة. الماء يمتص يتوزع. النبات الأخضر من الوسط الذي يعيش فيه وعبر كامل أجزائه. إذن هنا ماذا لدينا؟ أحسنتم، يمتص النبات الأخضر. يمتص النبات الأخضر. ماذا يمتص؟ جيد، الماء
يمتص النبات الأخضر الماء من الوسط الذي يعيش فيه و جيد يتوزع. عبر كامل أجزائه. نعيد قراءة الفقرة. يمتص النبات الأخضر الماء من الوسط الذي يعيش فيه ويتوزع عبر كامل أجزائه. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.